قال الدكتور منصور كباشا رئيس جامعة أسوان إن الحكومة ستنشئ كليتين جديدتين، واحدة لتكنولوجيا المصايد والأسماك والثانية للأثار بالجامعة. وأضاف كباش في تصريح خاص للنهار اليوم أن كليات الجامعة أتمت استعداداتها للعام الدراسي الجديد، سواء بتوفير أعضاء هيئة التدريس أو المنشآت الجديدة التي تم تزويدها بالمعامل والمدرجات. الاستعدادات في الكليات كلها بتسير في كذا اتجاه، سواء بالإنشاءات أو المعامل أو المدرجات وصيانتها، وكذلك المدن الجامعية، وبالتوازي أيضا توفير السادة أعضاء التدريس سواء من داخل أبناء الجامعة الأصليين أو المعينين جدد، ودول كثيرين، ودول يعني وهذا العدد بيتزايد في جامعة أسوان تصاعديا بنسبة كبيرة الحمد لله، زائد المنتدبين. فطبعا وتوفير كافة الإمكانيات التعليمية هي ده المهم بالنسبة لنا.